بات إصرار إحدى الفصائل المسلحة العراقية القريبة من إيران على استهداف قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية يحرج حكومة السوداني، والذي يدفعها إلى اعتقال عناصرها المتورطين بقصف عين الأسد، كما أعلن ذلك صراحة، الأمر الذي اعتبره المراقبون هنا بداية مواجهة بين الحكومة وهذا الفصيل المسلح. حمل البيان الذي أصدرته قيادة العمليات المشتركة في العراق بشأن القصف الذي استهدف عين الأسد لهجة ونبرة جديدة تمثلت باستخدام مصطلحات وضعت عملية الإطلاق على القاعدة التي تستضيف قوات دولية وأمريكية ضمن خانة الممارسات والأعمال المتهورة التي دفعت السلطات إلى بدء عملية ملاحقة للمتهمين من أجل جلبهم ومحاكمتهم. أعتقد في أن عملية الملاحقة التي أعلنت عنها الحكومة هي جادة، لكن ستكون نسبية مع ما يحدث في الشأن الإقليمي، أي أن هناك معادلة ستحدث عند الحكومة والتي أعتقد فيها أنها ستذهب إلى عملية اعتقال لبعض العناصر حماية للعراق حقيقة من ردات الفعل الأمريكية من جانب، وأيضا كبح جماح الفصائل الأخرى التي ربما تدفع باتجاه التدخل الإقليمي. اللهجة الجديدة التي استخدمتها الحكومة في أعقاب قصف عين الأسد تؤكد الموقف المحرج الذي وقعت فيه حكومة السودان، التي رأت فيه تحديا واضحا من قبل بعض الفصائل المسلحة لإرادتها في هذا الملف، خاصة على صعيد الشق العسكري والمفاوضات التي تقودها مع واشنطن لإنهاء وجودها العسكري في العراق. رغم نجاح الحكومة في التوصل إلى هدنة غير معلنة مع الفصائل المسلحة، أوقفت استهداف القواعد العسكرية الأمريكية داخل العراق عدة أشهر، إلا أن بعض هذه الفصائل انقلبت على تعهداتها السابقة وقصفت عين الأسد مجددا دون أن تعلن تبنيها العملية بشكل رسمي، الأمر الذي سبب حالة قلق واضحة لدى السوداني من أن تتسبب هذه الضربات في دخول العراق على خط المواجهة في حرب محتملة في المنطقة.